أحسن الله إليكم. السائل إبراهيم مصري ويعمل في الرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما هي مراتب القدر؟ مراتب الإيمان بالقدر أربع كما قرر ذلك أهل العلم أخذا من الأدلة. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم كل شيء مما كان وما يكون في الأجل. المرتبة الثانية أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب في اللوح المحفوظ كل ما يجري، كل ما جرى وكل ما يجري إلى يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كما صح في الحديث. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله وإرادته لكل ما يجري في هذا الكون، فلا يجري في هذا الكون شيء من خير أو شر أو محبوب أو مكروه أو كفر أو إيمان أو نفاق أو طاعة، فإن الله سبحانه وتعالى أراده وشاءه بإرادته الكونية، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يكون في ملكه ما لا يشاء، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فما يجري في هذا الكون فإن الله هو الخالق له، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكما قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فيجب على المؤمن أن يؤمن بهذه المراتب الأربع. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. هذا كتابتها في اللوح المحفوظ، وكتابتها في اللوح يستلزم علمها قبل ذلك. إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذه مرتبة الخلق، نبرأها يعني نخلقها، إن ذلك على الله يسير. نعم.